وبآخر محطاتنا الصباحية لليوم، مجموعة شباب وصبايا اتخذوا من التنظيم والعطاء والمساعدة شعار لهم ليمشوا بخطوات ثابتة ونشاطات ومناسبات وأيضا اجتماعات. أكيد ليلى، أيضا من المهام البارزة للكشاف هي أنه بيعيشونا أجواء الأعياد بكل الأوقات من خلال النغم، من خلال المسير الكشافي والتجهيزات اللي بيكون موجودة ضمن الكنائس. طبعا رح نحكي أكثر ونتعرف على كشاف كنيسة المريمية، وبصيرنا نرحب ونقول طبعا المسيح قام للسيد أو الشيف رامي ملحمة، هو نائب قائد الفوج. صباح الخير المسيح قام. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير مسيح بخير. قام بداية خلينا نتعرف على كشاف الكنيسة. كشاف الكنيسة المريمية هو تأسس بال 85 امتداد للفوج الثاني الأرثوذكسي اللي كان مقره بالقصة. من ال 85 لليوم نحن قائمين على نفس الجدول اللي او الترتيب اللي كان ماشي فيه الفوج الثاني، لانه لسه معنا موجود اعضاء من الفوج الثاني لساتهم عم يشتغلوا معنا لهلا، منهم هو عميد الفوج شيف الشار نمر. مبدئيا هلا في عندنا قائد شاب جديد اسمه الشيف جورج زعتري، هو القائد الفوج وانا نائب قائد الفوج. اهلا وسهلا فيك. الترتيب نحن تبعنا ببلش انه نستقطب الشباب أو الأطفال، فينا نحن نسميهم بمفهوم الكشاف إن الجراميز والزهرات، ونبلش معه من هون بالترتيب المعين لحتى أو بمنهجية معينة لحتى ناخذ منهم كل شيء بدنا إياه ونعطيهم كل شيء عندنا إياه. أكيد. خلينا ننتقل شوي، اليوم سنين طويلة موجود فيها كشاف كنيسة المريمية، مهام كثيرة قمتوا فيها. نحن بنعرف دائما بنستنى كل عيد دورة الكشاف، وين بدها تكون السنة، كيف رح تكون التنظيم وما إلى ذلك. أيضا مهام جديدة دخلت على الكشاف، تطورت مع هاي السنين ومع احتياجات الكنيسة، دوركم ضمن هاي المهام؟ دور هاي قدمنا مبادرات كثير، تعرفي ظروف الوطن ونحن شباب، فهي المبادرات هي مبادرات تطوعيه. في مصايب، سوري من الكلمه يعني، ونحن ما بنحب نقولها. نحن بدورنا مع الشباب انه ندعمهم يضلوا مستمرين، لانه الوطن بدون شباب ما في وطن. فنحن شعارنا الاساسي للشباب هو تخوشنوا فان النعم لا تدوم. صحيح. فنحن مبادراتنا بتجي تطوعيه، مع بمأوى عجزه، ب ناس مهجرين، مراكز ايواء، اي انسان او اي جماعه مثلا بتحتاجنا نحن دائما بنلبي الطلب بكل شيء. الكشاف، لما بدنا نحكي الكشاف يعني مو بس عزف، شعاركم اليوم الاخلاص، المساعده وايضا الطاعه، كيف تجسدوا هذا الشعار؟ هلا فيني اقول لك اياه، هو بتحيتنا الكشفيه. نحن تحيتنا الكشفيه بتعتمد على ثلاث شغلات، هي الكبير يحترم الصغير، الصغير يحترم الكبير، الكبير يعطف على الصغير، محبة، إخلاص، تعاون. فنحن دائما بشعارنا هذا الشعار نحن بنقوله بكل اجتماع ومننفذه على أرض الواقع. نحن ما بصير نحن نكون جهة مثلا القيادة غير الشباب، القيادة مع الشباب والشباب هن القيادة، وهذا الترتيب طبعا. أكيد. يعني هيك خلينا نقول السنة كمان كان دور الكشفية، خلينا نحكي عنها، تحضيرات وما إلى ذلك وغيرها. السنة في عنا إن شاء الله في عنا دورة حلوة رح تجتمع فيها الفرق الكشفية الأرثوذكسية، رح نبادر إنه نكون إيد وحدة، ما نكون كل كشاف لحاله، إن شاء الله بننجح فيها بالمبادرة، وهي ساتها يعني قيد التحضير. كل سنة يمكن بتسعوا لأنه تقدموا شيء جديد بيدخل الفرح لقلوب الناس، كيف بتجددوا نفوسكم بعيداً عن الروتين؟ هلأ نحن بنعتمد بالترتيب تبعنا، بنعتمد المنهجية، يعني في منهج عالمي نحن بنشتغل عليه، بالإضافة أنه من هذا المنهج منطوعه ليكون بناسب الواقع السوري. فترتيبنا نحن أنه دائماً نكون في تطور، في إبداع، ما نعتمد على الشخص نفسه ذاته، لانه قد ما كان الشخص عم يعطي بده يوصل لمرحله يصير معه احتراق. هذا الاحتراق نحن ما فينا يعني نخليه دائم موجود، فلازم نطعمه بمبادرات من الشباب، افكار من الشباب، وهذا الشيء اللي بخلي الكشاف على طول متجدد.
أكيد. اليوم كمان حضرتك قلت أنه نحن دائما موجودين مع الشباب وهنا الفئة الأهم اللي أنتم بتتوجهوا لها من خلال إن كان المبادرات أو الفعاليات والأنشطة اللي بتقوموا فيها. خلينا نحكي شوي كمان عن غير الرحل العادية اللي ممكن تقام، هل في نشاطات معينة ثابتة؟ هلأ نحن في عنا مثلا المخيمات العامة، في عنا مسير هذا يعني مسافات طويلة، في عنا مبيت لكل فرع. يعني كيف كل فرع؟ نحن في عنا الأفرع مثلا جرمية الزهرات لهم مبيت خاص، إن فينا نسميهم المرحلة الابتدائية، المبتدئ هو المرحلة الإعدادية، المتقدم هو المرحلة الثانوية، كل هدول لهم مبيت مخاص لهم بينعطى فيه منهاج لهم تحديد محدد. يعني ببساطة نبلش من البسيط للأصعب للأصعب للأصعب، نوصل لعند الجامعيين فينا نقول عنهم نحن بنسميهم جوالة وكشافين. فكل فترة عمرية إلى منهجها الخاص وإلى طريقتها بالتعامل وأشخاص مناسبين ليتعاملوا مع هاي الأعمار. إذا بدنا نحكي اليوم عن الأعمار اللي متاحة أن تنتسب للكشاف، وهل في شروط معينة يمكن أطفال أو شباب لهم شروط معينة لينتسبوا للكشاف؟ صدقيني بالكشاف ما في شروط، بس نحن منبلش ناخذ من عمر الست سنين اللي بنسميه الجرموز أو الزهرة، لأنه بهذا العمر هن بيكونوا بلشوا يوعوا أول شيء لحتى تدري تتفاهمي أنت وياهن. قبل صعبة شوي ناخذ منهم لأنه في شغلات ما بنقدر نبين لهم اياها، فببلش من الست سنين للعمر كله ان شاء الله. اكيد. طيب الكشاف المبيت او الرحال او المسير هو مو بس عم بيروح يتفرج على مكان اخر او لا، هو عم بعيش حياه منظمه، عم بيتعلم التنظيم، عم بيتعلم كثير قصص وتفاصيل هي بتغير له حياته وبتخليه اكثر اندماج مع المجتمع، ما يضل بس انه عم بيعيش لنفسه، لا بيعرف شو يعني اخويه، شو يعني انا ساعد غيري والتزم بغيري. خلينا نحكي عن هي المبادئ الاساسيه. الكشاف هو احد مبادئه هو الالتزام. فنحن عم نعلمهم الالتزام بطريقه معينه، انه انا ملتزم بهذا الموضوع. بالاضافه لما بيكون في مخيم فهو عم ياخذ دروس، فينا نعتبرها دروس او منهجيه معينه، كيفيه التعامل مع الطبيعه، كيفيه التعامل مع الكشفي، مع الانسان الكشفي الاخر، يعني الاخاء الكشفي. نقول فينا نقول انه كمان بيتعلم كيفية الطاعة، كيفية اعتماده على الطبيعة. نحن هلأ بعصر التكنولوجيا ووسائل التواصل وهي، نحن بعاد شوي عن هذا الموضوع، أو منحاول نبعد الشباب أنه يكون منغمس بوسائل التواصل الاجتماعي، خليه دائما موجود مع الطبيعة. أحد شعاراته الكشاف يرأف بالنبات ويحب الحيوان. هيك بالختام، شو عندك رسالة بتحب توجهها للشباب والصبايا؟ الأول كلمة بقولها المسيح قام حقا قام، برجع بقول الكلمة واللي هي شعار الكشاف، تخوشا فإن النعم لا تدوم. أكيد. بدنا نشكرك لوجودك معنا اليوم أكيد، ونعايدك ونعايد جميع أفراد الكشاف كنيسة المريمية. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك وكل عام وأنت بخير.